كابتن شيكا قريب منكم قوي. شيكا ده اخونا. احكي لي بقى عن كابتن شيكا وقربه دايما والتواجد الدائم معاكم. شيكا اخونا. لا هو كابتن فرقه ولا احنا شغالين في النادي او ستاف او المسؤولين عن المهمات، لا لا شيكا ما بيتعاملش معانا كده. بيقول لك شيكا بيجي بدري غير ينزل يقعد عند ميلا تحت معانا، قاعد يجيب الضمنه يكسب ميلا، اهم حاجه يكسب ميلا مشكله. شيكا صاحبنا اكتر ما هو لعيب او كابتن فرقه. مهم جدا. لا لا شيكا اخ يعني اخ غالي قوي يعني. شيكا بيحل لنا مشاكل خارجيه، مشاكل الشغل، مشاكل بره، شيكا اللي بيقعد يحلها في الحياه العاديه. قيس بقى على كل ده حاجات كتيره قوي يعني. شيكا لا شيكا وعمر لا دول اخواتنا يعني، ما مش لعيبه واحنا، لا 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 اخواتنا اخواتنا يعني. ايه الطقوس تاني اللي بيعملها شيكا اول ما بيبقى موجود او معاكوا او لو في بيجمعكوا دايما، الحاجات دي كلها في ناس ما تعرفوش؟ اقول لك على حاجه يعني ما حدش يعرفها او هنقولها اول مره يعني. شيكا ما بيعزمناش الا بيته، هو اللي بيقوم يخدم علينا خلاص يعني. شيكا بنروح بيته عشان هو منفع يعني. شيكا ربنا حبب فيه الناس، وكمان وكمان شيكا ما بيعرفش يخرج. ايوه لو خرج الدنيا كلها مصر كلها اتلمت عليه. الزملكاويه وغير الزملكاويه ما بيعرفش، فما يضطر ما يعزمناش الا في البيت عنده. ايوه هو وبيته وعلاله واحنا موجودين معاه كلنا، المجموعه كلها. والمجموعه اللي مش موجوده بقى اللي هو كام و20 نفر دول عند شيكا في البيت. ايوه ده لازم كل فتره يلا عزومة شيكا. يا ويله اللي ما يروحش. عزومة عند شيكا. عزومة عند شيكا. ويا ويله اللي ما يروحش. لا لا يزعل يا يزعل. يزعل. مفيش حاجة اسمها أنت تعبان مش تعبان، ما. لازم تيجي. أيوه. يقول لك خلاص شكرا. مفيش خلاص كده. خلاص. هغضب عليك. مفيش، لا هو وإحنا ما ينفعش نزعل شيكا. ما ينفعش. شيكا ما ينفعش يزعل. لا 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 ما ينفعش يزعل، ده أخونا. بيقول لك تكفي إن أنت تروح بيته. يعني هو والمدام عنده هم اللي واقفين علينا. شيكا ما الجانب بريكو. الاخر من 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 شخصيه شيكا الناس ما تعرفهاش، الود اطيب بني ادم تعامله في الدنيا، الطيبه اللي في الدنيا كلها. اطيب بني ادم في الدنيا تتعامل معاه شيكا. طيب طيبه غير طبيعيه. لا 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 حاجه جميله يعني. ربنا يخلي له ادم ونوح ويبارك له فيهم يا رب ان شاء الله. اللهم امين. يا عم وش هقول لي، قول لي مواقف تحصل كده معاك في شغلك مع اللعيبه، مين اقرب الناس برضه؟ والله احنا يعني اللعيبه كلها بتيجي في العياده وكابتن شيكا بيجمعهم ويحب يشرب مني يعني. ايه بقى؟ اليانسون. لازم اهم حاجه اليانسون دوت. وبصراحه يعني هو كويس وما نقدرش يعني ولا نزعله ولا هو يزعل مننا، وكلنا بنحبه وحاجات كتير قوي يعني بصراحه. هو كابتن عمر برضه، كابتن عبد الله، عبد الله السعيد برضه، وكابتن زيزو، الناس دي يعني. حسني ماشي كده حته تانية. كلامنا فيه مجروح طبعا. بس شيكا اخونا الكبير، بعيد عن اللي هو لعيب كوره وبتاع، هو اخونا اساسا الكبير. على فكره انا شيكا بقيت معاه في المعسكرات ساعات. هو لدرجه اللي هو مرتبط بينا، اللي هو بيتصل بيا بتاع حسني بقيت معايا، اللي هو كابتن عمر مش موجود. كابتن عمر مش في المعسكر، يتصل بيا تعالى يا حسني نام معايا. ايوه بنام معاه في الاوضه. انت في نفس الاوضه؟ انا وهو في اوضه. لكن هو دايما بيبقى كابتن عمر وشيكا. طبعا هم في اوضه واحده، لكن هو كابتن عمر مش موجود. مش موجود، انت موجود. هو ما بيحبش ينام لوحده. ايوه تعالى يا حسني اقعد معايا في الاوضه وبيت معايا. ايوه هو بعيد عن كل ده، هو اخ لينا، مش بيحسسناش ابدا اللي هو لعيب كوره واحنا شغالين في النادي. بيتصل بينا يتكلم معانا في جوه النادي وبره النادي. يعني لو في مشكله بره النادي واحتاجته هتلاقيه عظيم. الحمد لله. بعيد عن اللي هو طبعا احرف من لمس الكوره في تاريخ الكوره المصريه، بعيد عن اللي انا طبعا شهادتي فيه مجروحه. لو جبنا واحد اجنبي عرضنا له اهداف شيكا ومهاره شيكا، وجبنا اي لعيب على مر العصور جبنا له الاهداف بتاعته من غير ما يعرف ده مين وده مين، هيقول لك ايه ده؟ غريب في الكوره. عايز اقول لك على حاجه يا ابو حميد، احنا عندنا جيل لعيبه، الجيل الحالي متماسكين قوي، ترابطين قوي مع بعض ومعانا. طبعا بخلاف الكابتن عبد الواحد طبعا، مدير الكوره طبعا، ده الوحيد. ده انت وحيد، مش ينفع نتكلم على وحيد يعني بحكم العشره اللي بينه وبينه.
ان انا اتكلم عليه بقى شهادتي فيه مجروحه. احنا الدنيا بقت ملمومه قوي، ملمومه قوي قوي. هو ده اللي بيجيب بطولات، هو ده اللي بيجيب بطولات. كان ناقصنا دي يعني فولي. دي كان هي دي يعني كانت حته الحلقه دي كانت احكام القبضه من كابتن عبد الواحد والترابط واللمة ده كان مهم قوي. طبعا طبعا كابتن عبد الواحد لمم الدنيا قوي طبعا مع شيكا، يعني كابتن عبد الواحد فوق في الحته اللي فوق ديت وشيكا تحت في الاوضه، فالدنيا بقت ملمومه. والراجل الكوتش احكوا لي عن لا 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 كوتش جوميز غير طبيعي. لا 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 عقليه رهيبه، ذكي ذكاء غير طبيعي، بيعرف يتعامل مع كله ازاي ويحبب كله في المكان. يعني يجي على اللعيب يحببه قوي في المكان قوي، اللي يلعب او ما يلعبش معانا احنا مع الجهاز طبعا. بكيه داهيه بكيه داهيه مشكله مشكله بكيه عسل مشكله. شوف الضخامه دي كلها دفع كبير جدا مشكله مشكله. لا لا اخف دم خفيف جدا، هزار وضحك وبتاع. اوتو فار هو وميلا على فكره بكي. لا لا مشكله مع بعض. لا ينكشوا بعض على طول، ينكش ميلا يقعد يجننه ويجروا يجري التاني وراه. بس هو كده انا لذيذ قوي. كوتش كويس قوي ذكي والله. مش هو موجود مدرب من اعظم المدربين اللي جم في تاريخ الزمالك.